دقيقتين وبس، معلومة طبية. سلام عليكم، معاكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. السؤال: إمتى بيضطر الراجل إنه يشيل خصية أو خصيتين؟ بنشيل خصية أو خصيتين بعملية اسمها أوركيديكتومي في 4 حالات. الحالة الأولى السرطان، لأن السرطان لما بيكون في خصية لما بنشيلها الحالة بتتحسن بدرجة ملحوظة. سرطان الخصية ممكن يكون في واحدة بتتشال أو في الاثنين بيتشال الاثنين. تاني حاجة تورشن، تستيكولار تورشن، لو في التواء شديد للخصية أثر وعمل لها دامج فبتتشال. تالت حاجة جرح شديد في الخصية، تروما، يعني صدمة أو خبطة كبيرة بتدمر أو بتبوظ الخصية. الحالة الأخيرة undescended testis، في بعض الأطفال الخصيتين بيكونوا مرفوعين في البطن، هو أثناء ما بيكون في الرحم البيبي بيكون الخصيتين في البطن وبعدين بينزلوا تدريجيا إلى مكانهم الطبيعي، بعضهم ما بينزلش لحد 3 شهور. لو الموضوع ده بعد 3 شهور ما نزلش، أحيانا بيضطر الجراح إنه يفتح وينزل الخصيتين، وبيضطر إنه يشيل لو لقى خصية أو الاثنين منهم بايزين ومش صالحين. دول ال4 حالات اللي بيتعمل فيهم عملية جراحية اسمها أوركيديكتومي، بيتشال يا إما خصية واحدة يا إما الخصيتين. شيل خصية أو خصيتين بيأثر على الرجل طبعا، لو تشالت خصية واحدة الخصية التانية بتنتج التستوستيرون والهرمونات الأخرى والحيوان المنوي المطلوب فما فيش تأثير، لكن لو الخصيتين تشالوا بيبقى فيه تأثير، ما فيش تستوستيرون ما فيش حيوان منوي بينتج، لكن التستوستيرون ممكن يتعوض لكن الحيوان المنوي ما يتعوضش، وبالتالي ممكن الواحد ياخد تستوستيرون لو هو فاقد الخصيتين ونشاطه الجنسي وبعض ملامحه الذكورية بتستمر. وده كان موضوع أوركيديكتومي أو إزالة خصية أو خصيتين وتأثيرهم على الرجل، وشكرا لكم.